الرئيس السيسي يفتتح مشروعات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة ويدعو للحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها. وكالة مودز للتصنيف الائتماني تعلن تراجع تصنيف تونس مع آفاق سلبية. والمفوضية الأوروبية توافق على خطة بأكثر من 31 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من كورونا. نشرة اقتصادات مفصلة تأتيكم على شاشة النيل، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء عليها في هذه الفترة، وذلك خلال احتفال بافتتاح مشروعات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة بمدينة السادس من أكتوبر. وأشدد الرئيس السيسي على مسؤولية الوعي لدى المواطن باعتباره أهم عناصر إنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية. من ناحية أخرى، طالب الرئيس السيسي بالاستفادة من الأراضي التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل حول المناطق السكنية الجديدة التي يتم افتتاحها. وكلمت في الصورة دي على البناء غير المخطط وأثاره علينا، عشان انت تقولي ازاي احنا مش قادرين نعمل برنامج نظافة كويس. طب اعمله ازاي؟ ده أنا عشان أعمل برنامج نظافة كويس في مصر وبرضو هتقابلني مشكلة البناء غير المخطط، فقدامي خيار من اتنين، يشوف واسكت يشوف وايه واشتغل. أنا ما أعرفش أسكت وانتم ما تسكتوش، لازم تحلوا معايا القضية. أنا هقول لكم حاجة، الحجم المخالفات اللي احنا دكتور مصطفى رصدناها خلال الثلاث سنين ونص اللي فاتوا من بعد ما اتكلمنا في المخالفات البناء والتعدي على الاراضي 2.8 مليون، اللي هم قدموا الطلبات. الدكتور مصطفى عايز يقول لي ايه، ممكن يكون اكتر من كده بس دول اللي قدموا 2.8 مليون. هي دي قضيه، مش قضيه رئيس ومش قضيه حكومه، قضيه دوله، قضيه ناس. يا جماعه في دولة في العالم يبقى حجم مخالفاتها 2.8 مليون؟ 2.8 مليون؟ لا، لازم نخلي بالنا من نفسنا شوية. هنرجع بقى تاني هنا، احنا هنحاول، مش هنحاول، احنا بنحاول نصلح. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السعيد ان مصر تهتم بتنفيذ اصلاحات شاملة على جميع الاصعدة، وذلك بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال كلماتها امام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين والتي تضم عددا كبيرا من قادة الاعمال في 50 دولة. واكدت الوزيرة ان مصر تمتلك نظام ريادة الاعمال الاسرع نموا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مشيرة إلى وجود إمكانات هائلة لكل المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص لدعم مصر في تحقيق رؤيتها الطموحة. أكدت وزير التجارة والصناعة نيفين جامع أن الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي شهد منذ الافتتاح إقبالا كبيرا، حيث تخطى عدد زوار حتى الآن نحو 80,000 زائر من مختلف دول العالم، لافتة إلى أن الجناح المصري أصبح محط أنظار أغلب الزوار. وقالت الوزيرة إن هناك إقبال يعكس الجهود الهائلة المبذولة من تصميم وابتكار واستعراض للحضارة المصرية، وذلك من خلال محتوى جذاب ومبهر فضلا عن المعروضات الأثرية بالجناح، مؤكدة أن الجناح المصري يستعرض كافة التطورات التي شهدتها مصر في كافة مجالات التنمية. وقع وزير الكهرباء محمد شاكر مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء المصرية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لدراسة إنشاء مشروع ربط كهربائي بين مصر وقبرص يوفر ربطا مباشرا لتبادل الكهرباء بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة وزير الكهرباء لقبرص لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء وتحفيز التعاون الإقليمي وتعزيز المزيد من التطور وزيادة مشاركة الكهرباء في مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية بين البلدين.
استعرض وزير الري محمد عبد العاطي الموقف التنفيذي لمشروع تنميه جنوب الوادي والانتهاء من جميع الاعمال الصناعيه بالمشروع. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزاره لاستعراض موقف مشروعات التاقلم مع التغيرات المناخيه ومشروع تنميه جنوب الوادي وتنميه شمال سيناء. وخلال الاجتماع صرح عبد العاطي بانه تم تنفيذ العديد من مشروعات اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيرا الى ان هذه المشروعات تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه وتحسين البيئه بالشرق وغرب الدلتا. وجهت وزيره التضامن الاجتماعي نيفين قباج بصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامه عن شهر اكتوبر للمستفيدين من البرنامج، حيث يتم الصرف بدءا من اليوم، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامه ما يزيد على 3.8 مليون اسره بقيمه اجماليه تزيد على 1.5 مليار جنيه شهريا. وشكلت وزيره التضامن غرفه عمليات مشتركه مع هيئه البريد المصري لمتابعه عمليات صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامه. أكدت غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات دعمها لمبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية التي تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. هذا وقد اختتم معرض تراثنا في نسخته الثالثة بعد أن حقق نجاحا كبيرا، حيث يعد فرصة لعرض المنتجات اليدوية التراثية من مختلف المحافظات. رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبمشاركة أكثر من 1500 مبدع وفنان لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل، اختتم معرض تراثنا فعالياته في نسخته الثالثة. الدورة دي يمكن مختلفة شوية عن الدورتين اللي فاتوا، يمكن أهم حاجة أن المعرض السنة دي أكبر، تم تخصيص قاعتين للمعرض غير اللي قبل كده كانت قاعة واحدة. أعتقد كمان أن عدد العارضين زاد جدا السنة دي عن اللي قبل كده. كمان كان في بعض الأنشطة الموجودة على هامش المعرض، يعني يمكن إحنا وزارة الثقافة بنحرص جدا إن إحنا نشارك في المعرض ده، بتبقى فرصة كويسة جدا إن إحنا نعرض منتجات المركز الحرف من الحرف التقليدية كلها. معرض مفيد جدا يعني بالنسبة للمنتجين بالذات، هو يعني يعتبر تعريف للمنتج لكل صانع، واحنا بالنسبة لنا كصناع للفركة أو الشال. وعلى مدار 7 أيام نجح المعرض في جذب الآلاف من الزوار، خاصة وأن المعرض يوفر فرصة للعارضين من مختلف المحافظات لعرض منتجات تشتهر بها محافظتهم وبجودة عالية، ما يوفر الجهد والوقت ويعد فرصة للتواصل بين مختلف الثقافات. أول مرة أتواجد في معرض تراثنا، بس حضرت معارض كتيرة، بس المعرض هنا بيختلف، في جمهور، في دعاية حلوة، والناس حابة منتجاتنا، وبصراحة الشغل شغال حلو. يعني جيت عندنا الدلكة، ده بيبقى سكراب للسيدات، برفانات، جميع أنواع البخور، الحنة الطبيعية، حنة تلون الشعر، الحاجات دي والإكسسوارات النوبية. احنا بنبدا ان احنا نعلم الستات حرف يدويه مختلفه، كروشيه، جلود، نول، تريكو، وبعدين بنبدا نطور من الحاجه اللي احنا بندرسها. يعتبر معرض تراثنا الحدث الابرز والاهم في قطاع الحرف التراثيه واليدويه، ويحظى بدعم كبير من الحكومه المصريه، حيث يعد اكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهره من مختلف محافظات الجمهوريه. يعد معرض تراثنا تجربة فريدة وناجحة في تسويق المنتجات التراثية، وهو ما أكد عليه نجاح المعرض للعام الثالث على التوالي من خلال الإقبال الجماهيري الكبير على منتجات المعرض. من داخل معرض تراثنا، أمل صبري، النيل. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ غدا الأحد 17 من أكتوبر وحتى يوم الأحد 9 من يناير 2022 بتسليم دفعة جديدة 1400 وحدة سكنية من مشروع دار مصر بمنطقة القرنفل للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة. وأضاف الجزار أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي، وذلك لإنهاء الإجراءات
والتوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول لتسجيل ومعاينة استلام الوحدة. انطلقت بالوادي الجديد فعاليات المنطقة التسويقية الأول للتمور المصرية. المنطقة يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، حيث يضم معرضا لمنتجات التمور ومشتقاتها، ويشارك به 91 عارضا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محافظ الوادي الجديد السيد محمد الزملوط. يعني تحياتنا معالي المحافظ، يعني ماذا عن مهرجان التسوق في التمور في الوادي الجديد والترتيبات والإعداد لهذا المحفل؟ مطلوب غير صحيح، من فضلك تأكد من الرقم المطلوب. يبدو أن هناك مشكلة في مصدر الصوت، ربما نعاود التواصل مع سيادة المحافظ. خفضت وكالة تصنيف ائتماني مودز درجة تونس مع آفاق سلبية بتراجع التصنيف من B3 إلى CAA1، ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت. وبيانات الوكالة لها أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط، ما يعزز فرصة التخفيض من جديد. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي نسبة 6% خلال السنوات العشرة الأخيرة، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد. ومشاهدينا، عودة إلى سيد محافظ الوادي الجديد سيد محمد زملوط. يعني تحياتنا مع المحافظ، يعني ماذا عن مهرجان التمور في الوادي الجديد والإجراءات في هذا المهرجان؟ سيد المحافظ، أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتنا يا فندم. تحياتنا لحضرتك. ماذا يا فندم عن مهرجان التمور الذي تتبناه محافظة الوادي الجديد والأجواء في هذا المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضرتك، ودايما أنتم متواجدين معانا على الهواء وبتنقلوا الفعاليات اللي بتتم في الوادي الجديد، فاحنا بنشكركم ونشكر فريق العمل. احنا الملتقى ده لأول مرة يتم في جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بعد ما السيد الرئيس وجه بالاهتمام بصناعة وزراعة النخيل في مصر، يعني عشان ناخد الحصة اللي تليق بينا في السوق العالمية. فاحنا بدأنا جمعنا المنتجين مع المصدرين مع المصنعين مع المستهلكين، مع يعني جمعنا كل المهتمين بصناعة التمور، حتى اللي هي الصناعات مش موضوع غذائية بس، في صناعات اعلاف وفي صناعات اسمده، بالاضافه ان احنا برضو جبنا من المحافظات اللي هي الحرف البيئيه والتراث، يبقى في دمج بين التراث وبين النخيل وبين التمور وبين التسويق وبين التصدير. فالحمد لله، يعني احنا لسه في اليوم الاولاني لمده 3 ايام. الساده الوزراء هيشرفونا ان شاء الله بتواجد السيد رئيس الوزراء باذن الله، هيقول لنا ان شاء الله خلال اليومين القادمين دول بحيث يتفقدوا هذا، ونقعد مع المستثمرين في الوزارات العلمية نشوف مشاكلهم، نطور الصناعة، نطور الزراعة، نطور التجارة، بحيث في الآخر الهدف ان احنا مصر تاخد دورها ومكانها المناسب في سوق التمور العالمية. سيادة محافظ، ماذا عن اشتراك بعض الدول العربية في هذا الملتقى وانطباعاتها يا فندم؟ يمكن حضرتك بتكلمني وانا في جناح السودان، كنت احنا معانا دولة السودان الشقيقة ومعانا دولة السعودية ومعانا
دولة المستثمر بالإمارات، ومعانا مستثمر بالكويت برضو بمثل دولة الكويت، وبعض الملحقين التجاريين من بعض السفارات إن شاء الله هيقولنا بكرة، بحيث إن احنا بنروج برضو للصناعة بتاعتنا للدول الآسيوية والدول الأوروبية إن شاء الله. نعم سيادة المحافظ، محافظ الوادي الجديد محمد زملوط، أنا بشكر حضرتك يا فندم شكر جزيل على هذه المداخلة، ونتمنى نجاح هذا الملتقى وحصول مصر على حصص إقليمية ودولية في هذا المجال. تحياتنا يا فندم. طبعا أنا أدعو بورصات الخليج في ختام الأسبوع الثاني من أكتوبر، حيث ارتفع المؤشر في السوق على النتائج التالية، وصعدت الأسواق الإماراتية رابحة نحو 23 مليار درهم، حيث صعد قطاع البنوك ببورصة دبي بنسبة 44%، كما صعد المؤشر العام للسوق في أبو ظبي للأوراق المالية. وافقت المفاوضات الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 31.9 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا، وذلك بموجب الإطار المؤقت لمساعدة الدول الأعضاء. وتتكون الخطة من مقياسين، أحدهما دعم التكاليف الثابتة غير المغطاة والتي تم تكبدها خلال الفترة من مارس 2020 وحتى ديسمبر 2021 أو أجزاء من تلك الفترة، كما أنها ستكون متاحة لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها والقطاع الذي تعمل فيه باستثناء القطاع المالي. وصلنا إلى ختام نشرتنا الاقتصادية المفصلة، بقت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة ويدعو الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها. وكالة مودز للتصنيف الائتماني تعلن تراجع تصنيف تونس مع آفاق سلبية. المفاوضات الأوروبية توافق على خطة بأكثر من 31 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من كورونا. انتهت نشرتنا، دمتم في أمان الله.